بالنسبة للميكانيك سو زي ما بقول الدرجة توزيعها زي ميكانيك سو الدرجة زي ما قلنا عارفين النظام من 100 تقسيمتها زي ما انتوا عارفين فيرست اكزام خمستاشر مية سكند اكزام خمسة وعشرين مية بلس وورد عشرين في المية فاينل 40% وزي ما بقول هو في اتنين طلبة من ميكانيكس 1 للأسف الشديد سقطوا بسبب الفرق يعني هو جايب 46% والطالب ده كان أخذ الكورس ده ثلاث مرات ما عرفش بطريقة ما راح جاب النمرة بتاعتي من كلية الهندسة من عين شمس قابل الدكتور هناك وقال له هات تليفون الدكتور محمد وقعد يتصل بيا يا دكتور سقطتني طب سقطتك ليه يا ابني؟ قال لي انا واخد 46 كان ناقص له اربع درجات وانجح وده تالت مره اخد معاك الكورس قلت له انا اعمل لك ايه يعني؟ قال لي يعني مش ممكن نعمل تعويض الكلام ده؟ قلت له لا مفيش تعويض فطلع ان هو واخد ايه؟ واخد في الفاينل 8 من 40 واحنا قلنا الفاينل لازم نجيب كام؟ 12 نعدل 12 ف 8 من 40 معناها انه ابيض خالص مفيش حاجه فبيقول لي اعمل تظلم قلت له ولو عملت تظلم انت لو عملت تظلم هجيبك وادي لك موديل انسر اقول لك صلح بركه تشوف هتصلحها ازاي فبالتالي زي ما بقول كده لا نخلي بالنا يعني هو كان معتمد ان درجه اعمال السنه عنده حلوه فدرجه اعمال السنه كانت 38 من 60 38 من 60 لو كان جاب لي 12 كان نجح لو جاب 13 كان نجح. في زمايل ليه ما كانوش جايبين ال 38 كانوا جايبين درجه اقل بس في الفاينل جابوا درجه حلوه. فاحنا بنركز كده نخلي بالنا الفاينل لو ما جبتش 12 من 40 مش هتنجح. دي اقل حاجه. 12 من 40 زائد اللي قبل كده يجيب ال 50. ما في واحد يقول لي ما انا معدي جايب 12 وسقطت. طب ما دول جايب فيهم درجات اقل يعني دول كلهم مجموعهم ما جابش فيهم 20 طب انا اعمل لك ايه؟ فزي ما بقول كده لا زي ما اعمال السنه مهمه الفاينل مهم ده بالنسبه للدرجات بلس ورك زي ما احنا مقسمينه سبعه اتندنس سبع درجات اتندنس في المحاضره و13 درجه مع المعيد المعيد معاه ثلاثة للأتندنس ثلاثة أتندنس و 10 بيعملهم خمسة كويزز خمسة المية كويزز وخمسة المية أسايمنت ده كده ببساطة ده كده ببساطة توزيع الدرجات المية في العالم خلاص؟ يعني هي تقريبا نفس اللي احنا عملناه قبل كده. خلاص دي سلسلة الدرجات زي ما قلنا توزيع الدرجات اعتقد كلكم عارفينها. نشوف ايه اللي عندي في الداينامكس. بحسب معايا نسخة منها سوفت لكن معيش. ادي الكتاب سيفنس اديشن ماريا زي ما قلنا. أول شابتر زي ما شفنا قبل كده مقدمة. أول شابتر مقدمة. Introduction to Dynamics.
ده اول شابتر. تقريبا حوالي 5 صفحات يعني حاجات اساسيه بقولها، لكن مش دي اساس الموضوع بتاعنا. فدي ممكن تتقري، لكن لو بصينا عليها بيشرح لك الهيستوري بتاع الداينامكس، اول ما عمل الداينامكس مين اللي بدا بيها. زي ما تفتكروا واحد اسمه جاليليو اللي هو العالم الايطالي، اول ما طلع الداينامكس وكان الهجوم عليه جامد بسبب ان هو بيقول ان الاجسام كلها في الفري فول، يعني لما بتسقط سقوط حر كلها التقيل والخفيف بينزلوا مع بعض. يعني ايه؟ لو عندي كره كتلتها 1 كيلو جرام وواحد 10 كيلو جرام ورميتهم، هل ينزلوا الاثنين مع بعض؟ واحد بقى كان اقليدس والناس اللي هم القدام دول قالوا لا الكلام ده ما بيحصلش، ده التقيله اللي تنزل الاول. لكن هو الراي كان اثبت لهم ان لا الاثنين ينزلوا مع بعض. ليه بقى ينزلوا مع بعض؟ وسمعت ان الراجل ده يعني علموه لما قال ان الارض بتلف وحاجات زي كده. واضح؟ لكن فاللي حصل ايه؟ الاثنين ينزلوا مع بعض ليه؟ لان ليهم نفس الاكسلريشن. ماشي؟ ليهم نفس عدد الكتله الارضيه. وبالتالي الاثنين ينزلوا مع بعض. في حاله لو اهملنا مقاومه الهواء، لكن لو دخلنا مقاومه الهواء هنلاقي المقاومه على الجسم الكبير غير الجسم الصغير. وبالتالي الراجل ده عمل تجربه، ايه؟ جاب ريشه ومع كره 1 كيلو جرام وفرغ انبوبه من الهواء وقام سايب الاثنين مع بعضيهم. الاثنين نزلوا مع بعضيهم. ماشي؟ دي اللي هي تجربه جاليليو، وده اول واحد كان اتكلم. بعديها على طول جه نيوتن وبدا يصيغ القوانين اللي احنا عارفينها. الثلاث قوانين بتوع نيوتن اللي احنا قلناهم قبل كده، القوانين الثلاثه بتاع نيوتن. فيرست لو بتاع نيوتن بيقول ايه؟ اول قانون بيقول ايه؟ فيرست لو بيقول ايه؟ كل جسم هيظل على حالته من سكون او حركه ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه. والقانون الثاني بيقول ايه؟ ان الجسم اللي عندي هيكتسب اكسلريشن، الاكسلريشن دي بتتناسب مع القوه المؤثره. ان كل جسم لو اثرت عليه بقوه هيكسبه اكسلريشن، فالاكسلريشن دي هتتناسب مع القوه المؤثره. القانون الثالث اللي انتوا عارفينه اللي هو لكل فعل رد فعل مضاد له مساوي له في مقدار ومضاد ليه في الاتجاه. فالقانون الثاني اللي انتوا عارفينه سكند لو نيوتن سكند لو اللي هو بالرياضه بيقول ايه؟ ان لو عندي جسم اثرت عليه فورس، الفورس ده هتكسب الجسم اكسلريشن، الجسم ده كتلته ام. فبيقول ان ماس تايم اكسلريشن ايكوال الفورس اللي بتاثر عندي. ده قانون نيوتن الثاني، وده غالبا اللي احنا هنشتغل عليه. ده بالنسبة للقانون الثاني، القانون الثالث زي ما قلنا لكل فعل رد فعل يساوي ليه في المقدار ومضاد ليه في الاتجاه. وبعد كده هنتكلم على الحاجات اللي قلناها قبل كده. ايه هو اي جسم عندي قسمناهم لنوعين، بارتكل وريجيد بودي. الجسم اللي عندي ده قلنا في نوعين من الاجسام، بارتكل وريجيد بادي. اللي احنا ندرسه في الترم ده في ميكانيكس 2 البارتكل، في ميكانيكس 3 هتدرسوا الريجيد بادي. ايه الفرق بقى بين البارتكل والريجيد بادي زي ما قلنا قبل كده؟ البارتكل هو عباره عن كيس بنقبل السايز والدايمنشن بتاعها. يعني مثلا العربيه، العربية دي ممكن أتعامل معاها إنها بارتكل، بس في الحالة دي بعمل إيه؟ بهمل أبعادها وشكلها، يبقى بتعامل مع مركز ثقلها أو مركز كتلتها،
فده بنقول عليه بركه. لكن لو اخذت في الاعتبار الشكل والحجم بتاعها ففي الحاله ده، في الحاله دي ده رجل بركه. يبقى لو عندي في كره كده لو اخذت السنتر بتاعها بس ده كده بركه، لو اخذت كل الجسم ده ده كده رجل بركه. ماشي. وحركه دي غير حركه دي، لان في الريجل بادي لما هتاخد المكان السرير الجسم بيدور حوالين نفسه، انما لما هاخد بارتكل فالبارتكل دي الجسم ما بيدورش حوالين نفسه. ماشي. ده بالنسبه للبارتكل والريجل بادي زي ما قلنا. في كمان عرف بعض الحاجات اللي هي الفيكتور والسكيلر، دي شبعنا دراسه فيها الترم اللي فات، دي كده تاني حاجه. وبعدين اليونت اللي بنستخدمها زي ما شرحناها قبل كده اللي هي الاس اي يونت، الماس بالكيلو جرام، اللينز بالميتر، الساين بالثانيه، ده الكلام ده قلناه قبل كده. بعد كده بتكلم على الجرافيتيشن لوب، فاحنا مش هندخل في تفاصيل الجرافيتيشن لوب او قانون التربيه العكس اللي انت سمعت عنه قبل كده. لو في كتلتين فبيكون بينهم تجاذب، اي كتله ام واحد كتله ثانيه ام اثنين وبينهم مسافه، فالقانون الجذب العام او التربيه العكس زي ما بتسموه في الفيزياء بنقول ان الفورس اللي بينهم بتساوي ام واحد ام اثنين على ار سكوير، وبنحط ثابت هنا ثابت الجذب العام. يعني الاخ هو قاعد جنب زميله كده في قوه جذب، في قوه جذب، بس القوه دي صغيره جدا 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 معدومه. ماشي. ده القانون مش هنقف في تفاصيله. ده الايدين المقدمه، دول الخمس ورقات صعبين، يبقى دول كلام فاضي اللي هم المقدمه، فيعني ممكن تقراها. تاني شابتر ده اللي هنشتغل فيه، هناخد التاني والتالت، يعني يا ريت نقدر نخلص التالت كله. فالشابتر التاني بادئ بكلمة كاينماتكس اوف بارتكل. الشابتر التاني بادئ بكاينماتكس اوف بارتكل. يبقى الداينامكس عندي بنقسمها إلى حاجتين. الداينامكس بنقسمها إلى جزئين. يبقى احنا اتفقنا في الداينامكس هندرس البارتكلز بس. في الداينامكس موضوعين مهمين، حاجه اسمها كاينيماتكس وحاجه اسمها كاينيتكس. كاينيماتكس وحاجه اسمها كاينيتكس. في الكاينيماتكس بندرس حركة الجسم دون التعرض للقوة المسببة. يعني ايه الكلام ده؟ جسم بيتحرك، في قوة هي اللي حركته، مالناش دعوة بالقوة. يبقى ما بنعملش علاقة بين القوة وحركة الجسم. يبقى في الحالة دي بنقول كاينماتكس ستادي. في كاينماتكس ستادي the motion without reference the force act on. بندرس حركة الجسم دون تعرض أو رجوع للقوة المسببة للحركة. إنما الكاينيتكس، في الكاينيتكس لا، بنعمل إيه؟ علاقة ريليت the force and the motion of the body.
بنعمل علاقه بين القوة المسببه للحركه وحركه الجسم. ده الفرق بين كينيماتكس والكينيماتكس. فالشابتر الاولاني ده كله اللي احنا هندرسه في شابتر 2 هنتعرض للكينيماتكس. ده شابتر 2 هيتعرض للكينيماتكس. شابتر 3 هيتعرض للكينيتكس. يعني مثلا قانون نيوتن الثاني هيبقى في تبع الكينيماتكس ولا الكينيتكس؟ كينيتكس. ماشي؟ قانون نيوتن الثاني مثلا هتلقاه ماس تايم اكسلريشن ايكوال فورس. ده في الحاله دي هنلقاه تبع الكينيتكس. ترجمتها بالعربي بيقول عليها كيناتيكا. كينيماتكس يقول لك كينيماتيكا، لكن الترجمه حرفيا مالهاش لازمه. انما في الكينيماتكس مش هتلاقي فورس. القوانين اللي انت سمعت عنها في ثانوي اللي انت بتسميها قوانين نيوتن، لا مش قوانين نيوتن. اللي هي قوانين لما يكون في حركه اكسلريشن كونستنت. سمعت عن القانون ده ولا لا؟ اللي هو الفي بتساوي في نوت بلس اكسلريشن في التايم تي. ده كده اسمه كينيماتكس. هل هنا هتلاقي فورس؟ مفيش اي فورس. يبقى بنعمل ايه؟ بدرس حركه الجسم دون التعرض للفرص المسببه. الجسم اللي اتحرك وبيتحرك بسرعه وبتتغير سرعته، في قوه هي اللي بتحرك الكلام ده، مالناش دعوه. احنا لينا العلاقات اللي عندي. ده بالنسبه للكينيماتكس. واحنا قلنا هندرس البارتيكل، فنبدا بشابتر 2، نبدا بشابتر 2 اللي هو الكينيماتكس. ففي الكينيماتكس عشان ادرس حركه اي جسم، عشان ادرس حركه اي جسم لازم ناخد ريفرنسز او كوردينيت او محاور عشان اسند حركه الجسم ليها. فاللي احنا نتعرض ليه لما هنشوف كده في الكينيماتكس، هتلاقي بتتعرض لثلاث انواع من المحاور. اول نوع من المحاور اللي هي اول نوع من الكوردينيتس اللي هي ريكتانجلر كوردينيت. اللي هي المحاور اللي بنسميها بالعربي الاكداسيات او المحاور الكارتيزيه اللي هي اكس واي وزد. لو شغالين في السبيس هتبقى اكس واي وزد. لو شغالين في 2 دي تبقى اكس واي. لو شغالين في 1 دايمنشن تبقى اكس بس. طيب عشان اصف حركه الجسم احنا بنسمي احيانا الكينيماتكس دي جيومتري اوف موشن. جيومتري اوف موشن يعني هندسه الحركه. الكينيماتكس دي احيانا بنسميها جيومتري اوف موشن. اللي هي هندسه الحركه. فهندسه الحركه بيهمني فيها ايه بقى؟ ان انا اجيب مكان الجسم فين؟ سرعته بايه؟ الاكسلريشن بايه؟ المسار بتاعه شكله ايه؟ يبقى انا طالما عرفت اصل حركه الجسم هي دي اللي بنقول عليها الكينيماتكس او الجيومتري اوف موشن. انا هبدا معاك من الزيرو. في بعض الطلبه تقول لي ما خدتش داينامكس، ما خدتش ميكانكس قبل كده. الكلام ده مفاجئ بيه اخر التير. انا ببدا معاك من اول حاجه التسميه. يعني ايه داينامكس؟ يعني ايه كينيماتكس؟ يعني ايه بوزيشن؟ فببدا معاك من الصفر. ماشي؟ فاللي ما خدش ميكانكس او داينامكس بنبدا معاك من الصفر. طيب يبقى انا عشان اصف حركه الجسم لازم الاول حاجه اسمها اعرف البوزيشن. بوزيشن اللي هو المكان او الموضع. فاول حاجه عندي في عشان اجيب البوزيشن في نوعين من الحركه في عندي، يا اما ريكتلينير موشن اللي هي الحركه ريكتلينير موشن يعني حركه في خط مستقيم. يبقى لو الجسم بيتحرك اللي هي موشن
ان ستريت لاين، حركه في خط مستقيم بيقولوا عليها ريكتيلينير موشن. طب في حركه ثانيه اسمها كيرف لينير، كيرف لينير موشن، اللي هي موشن ان اي كيرف. يبقى لو الجسم اتحرك في كيرف فبنسميها كيرف لينير موشن، لو الجسم اتحرك في خط مستقيم بنقول عليها ريكتيلينير موشن. فعشان اصف حركه ريكتيلينير موشن دي اللي بيكون عندي باخد ريفرنس، فدي حركه في خط مستقيم، باخد ريفرنس نقطه او اوريجين اقيس من عندها واسمي هنا كوردينيت، اسميه مثلا اس، اسميه اس اكس او واي او زد، اي فرق هبدا اقيس عنده مكان موضع الجسم فيه. فلو الجسم عندي موجود في الموضع الاولاني ده، موجود هنا، فده كده البوزيشن في الوضع واحد، يبعد مسافة هنا ولتكن أسميها S1. عند تايم مثلا وليكن T بتساوي T1، بعد فترة لقيت الجسم في الموضع 2 B2، هنا دي كده S2، التايم T2، المسافة اللي بين بي واحد وبي اتنين دي بنقول عليها displacement، دي كده بين واحد واتنين بنقول عليها displacement. يبقى في بعض التعريف لازم نعرفها، يعني ايه position، يعني ايه displacement، يعني ايه distance، كل الكلام ده لازم نعرفه من البداية. الكلام ده ممكن نسأل فيه. يبقى ايه هي بقى الديسبليسمنت؟ يبقى عرفنا بوزيشن، ديسبليسمنت. يبقى الديسبليسمنت اللي هي اسميها مثلا دلتا اس. فدلتا اس دي اللي هي هتساوي اس 2 ماينس اس 1. دي بنقول عليها الديسبليسمنت. طب وفين البوزيشن؟ اس واحد ده البوزيشن في الوضع واحد، اس اتنين ده البوزيشن في الوضع اتنين. الفرق بين الاثنين دول ده بنقول عليه الديسبليسمنت. عشان تتضح اكتر في حاجه اسمها كمان ديستانس، في حاجه اسمها ديستانس. ايه الفرق بقى بين الديسبليسمنت والديستانس؟ بقول لو عندي في جسم هنا في الموضع واحد، الجسم ده مشي كده في كيرف في منحنى، مشي في مسار ما بالمنظر ده كده، جه للوضع اتنين، يبقى الجسم اتحرك من واحد لف كده ومشي وجه في الوضع اتنين. فين الديسبليسمنت؟ يبقى الديسبليسمنت اللي هي من الوضع واحد لاتنين واتجاه كده، دي كده دلتا اس، ودي فيكتور، يبقى الديسبليسمنت عندي فيكتور. طب وفين الديستانس؟ المسافه اللي بيعدها العداد ده، دي الكيرف ده طوله ده، ده اللي بنقول عليه الديستانس. خلاص؟ يبقى عرفنا في فرق بين ديسبليسمنت وفي فرق بين الديستانس. ماشي؟ طيب يبقى عرفنا الديسبليسمنت، عرفنا الديستانس، الديستانس سكيلر كوانتيتي، الديسبليسمنت فيكتور كوانتيتي. خلاص؟ طيب واحد يقول لي ما انت ما عملتهاش فيكتور يا دكتور. لا ممكن نعملها لك فيكتور. لو ماشي بالاتجاه ده هاخد ده اتجاه الاي يونت فيكتور واسمي ده كده اس اي وده اس واحد اي وده دلتا اس. خلاص؟ لكن طالما احنا شغالين في اتجاه واحد فاحنا عارفين ان ده كده فيكتور، فما بنحطش الارض. والديستانس لا، الديستانس هنقيسها كده طولها ال او دي، طولها ال او دي، فدي سكيلر كوانتيتي.
يبقى عرفنا يعني ايه بوزيشن، عرفنا يعني ايه ديسبليسمنت، عرفنا يعني ايه ديستانس. هنعرف حاجه اسمها افريج فيلوسيتي. افريج فيلوسيتي اللي هي عباره عن دلتا اس على دلتا تي، اللي هي بنقول عليها في افريج، اللي هي بنقول ديسبليسمنت على تايم انترفال. يعني ايه تايم انترفال؟ يعني التايم اللي حصل فيه الديسبليسمنت. يعني مثلا لما هو كان عند، لما وصل للموضع مثلا بي واحد بعد ثلاث دقائق، بعد ثلاث ثواني، وصل للموضع بي اتنين بعد خمس ثواني، يبقى الانترفال اللي دخلت فيها الدلتا اس قد ايه؟ ثانيتين. 5 ماينس 3 تديني الانترفال او الفتره اللي قطع فيها الديسبليسمنت اللي احنا بنقولها. فيبقى عندي الفي افريج لافريج فيلوستي. طب في حاجه ثانيه عندي، افريج سبيد. في افريج فيلوستي وفي افريج سبيد. افريج فيلوستي فيكتور كوانتيتي، افريج سبيد بتساوي ايه بقى؟ التوتال ديستانس دي هي بتساوي الديستانس على التايم انترفال اللي حصل فيه الديستانس. خلاص؟ يبقى الديستانس، التوتال ديستانس على التايم انترفال اللي حصل فيه الكلام ده. فالافريج سبيد سكيلر كوانتيتي، افريج سبيد سكيلر كوانتيتي، انما افريج فيلوستي لا، فيكتور كوانتيتي. يبقى كده قلنا نوعين من الفيلوستي، افريج فيلوستي. في فيلوستي ثالثه اللي بنقول عليها سرعه لحظيه. في سرعه لحظيه بنقول عليها instantaneous instant instantaneous velocity. اللي احنا نقول عليها سرعة لحظية. ايه بقى السرعة اللحظية؟ السرعة اللحظية هي ان انا باخد الليميت للكلام ده. احنا لقينا الفي افريج اللي هو عباره عن دلتا اس على دلتا تي، عايزينها فيكتور نعملها فيكتور. يبقى انا عندي الفي اللي هي السرعه اللحظيه، بعمل ايه؟ ليميت للكلام ده لم دلتا تي لما تروح للزيرو، ده يدي دي اس باي دي تي. يعني لما تكون الانترفال الصغيره اللي حصل فيها ديسبيسمنت صغيره جدا، واحد على مليون، يعني تروح للزيرو، ففي الحاله دي بنقول عليها سرعه لحظيه. ماشي؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا الديسبيسمنت اللي عندي دي، لما هنا دي عندي ثلاث ثواني، هنا خمس ثواني. ماشي؟ هنا ثلاث ثواني، هنا خمس ثواني. قطع فيها الديسبيسمنت دي، فقلنا ايه؟ بقسم دي على 2 يديني افريج فيلوستي. طب انا عايز 3 ثواني وواحد من 1000. يبقى 3 ثواني وواحد من 1000 هي دي اللي بنقول عليها ايه؟ السرعه اللحظيه. في اللحظه اللي انا عايز ابص عليها هنا بتساوي ايه؟ ماشي؟ الكلام ده يعني عشان تشوف الافريج فيلوستي والكلام ده ايه؟ يعني انت مثلا لو انت ماشي من القاهره لاسكندريه، المسافه مثلا 300 كيلو، اول 80 كيلو حطهم في ساعة، تاني 120 كيلو حطهم في ساعة، آخر معرفش إيه حطهم في نص ساعة. هل يبقى أنت كده ماشي بسرعة ثابتة؟ لا، فأنت بتجيلي الأفريج فيلوستي، تعمل المسافة اللي عندك دي أو السرعات على التايم اللي أنت عملته فيه، فده يديك الأفريج فيلوستي. فلما يديك الأفريج فيلوستي مثلا 90 كيلو متر في الساعة، هل أنت ماشي طول الفترة دي 90؟ لا، ده أنت كنت مره 40 مره 60 وبتغير. فلحظه ما تيجي تبص على السرعه
هي دي اللي بنقول عليها ايه؟ السرعه اللحظيه. ماشي؟ يبقى عرفنا بوزيشن، ديسبليسمنت، ديستانس، افريج فيلوستي، افريج سبيد، انستانتينيوس فيلوستي. بعد نتكلم على افريج اكسلريشن. افريج اكسلريشن بنقول اكسلريشن افريج. اكسلريشن اللي هي العجله او في الدول العربيه بيسموها التصارع، التصارع او العجله. فالعجله افريج اكسلريشن اللي هي العجله المتوسطه تساوي ايه؟ دلتا في على دلتا تي، اللي هو تغير في فيلوستي على زمن اللي حصل فيه التغير. دي اللي بنقول عليها افريج اكسلريشن. نفس الكلام زي ما قلنا افريج فيلوستي وافريج اكسلريشن، في عندي انستانتينيوس فيلوستي، انستانتينيوس اكسلريشن، يبقى في نفس الكلام انستانتينيوس اكسلريشن. ايه هي؟ ان انا هاخد ليميت للكلام ده، تبقى الاكسلريشن عندي تساوي ليميت للكلام ده دلتا في على دلتا تي لما دلتا تي تروح للزيرو. ده كده يدي دي في باي دي تي، دي في باي دي تي. يبقى كده عرفنا average acceleration instantaneous acceleration. لو الاكسلريشن عندي بالبوزيتيف بنقول عليه acceleration، لو الاكسلريشن بالنيجاتيف بنقول عليها deceleration. واضح؟ يبقى عندي بدوس بنزين بعمل acceleration، بدوس فرامل بعمل deceleration. واضح الكلام ده؟ طيب احيانا امتى نقول الاكسلريشن او الفيلوستي بوزيتيف او نيجاتيف؟ وانا برسم الخط بتاعي اللي احنا بنرسمه بتاع الكوردينيت اللي عندي ده. لو الجسم اللي عندي ماشي في الدايركشن، ادي الوضع واحد، ادي الوضع اتنين. يبقى لو دي مثلا اس كده بتزيد في الاتجاه ده ولا لا؟ بتزيد في الاتجاه ده. يبقى التغير بتاع الاس باي دي تي كده التغير ده موجب، صح ولا لا؟ كده بتزيد في الاتجاه ده، يبقى التغير موجب، تبقى كده في الحاله دي السرعه موجبه. يبقى انا لو لقيت سرعه موجبه ده معناها ايه؟ معناها ان الجسم ماشي في الاتجاه ده. طب لو لقيت سرعه سالبه يبقى كان هنا ومشي كده، يبقى دي بتقل. سرعه سالبه يبقى الجسم ماشي في الاتجاه ده. واضح؟ طب تعالى بالنسبه للاكسلريشن، يبقى بالنسبة للسرعة لو بوزيتيف هلاقي الجسم ماشي كده، لو نيجاتيف هلاقي الجسم ماشي كده. بالنسبة للاكسلريشن، الاكسلريشن لو الاكسلريشن بوزيتيف أكبر من الزيرو يبقى معناها إيه؟ معناها إن الجسم عندي بيجين اكسلريشن، بتزيد سرعته. ماشي؟ يبقى إحنا لو لقينا السرعة اللي عندي بتزيد يبقى دي acceleration، لو السرعة اللي عندي بتقل يبقى دي acceleration. ماشي؟ يعني مثلا جسم بدأ بسرعة 100، بعد ثانية لقيته 80، كده acceleration ولا deceleration؟ حصل له deceleration، من 100 نزلت 80، يبقى اتجاه الديكسلريشن اللي ورا كده، هو كان ماشي بسرعة 100، أدي الـ V. الديكسلريشن دي زي فرامل، زي احتكاك، زي أي حاجة بتقلل السرعة، بتقلل بعكس اتجاهها. لكن لو أنا دايس بنزين، لو بادي بـ 100 وأنا بدوس بنزين، يبقى الأكسلريشن مع السرعة ولا لأ؟ مع اتجاه السرعة بتزودها، يبقى دي بنقول عليها أكسلريشن. خلاص؟ يبقى عرفنا العجلة اللحظية، العجلة المتوسطة، الكلام دي حاجات سهلة كلها عارفينها. إيه بقى نظام الشغل بتاعنا في الجزء الأولاني الريكترينيا اللي إحنا بنقول عليه ده؟ نبدأ منهم ممكن نحل مسائل على طول.
اللي هنبدا بيه لو بصيت، انا قلت لك في حاجه اسمها بوزيشن، يبقى قلنا في حاجه اسمها بوزيشن. خلاص البوزيشن بتاع الجسم ده، افرض ان انا جبت الاس اللي هو مكان الجسم، ومكان الجسم ده فانكشن اوف تي، ومكان الجسم ده فانكشن اوف تي. لو عملت ديريفاتيف، لو عملت ديريفاتيف، عملت ديريفاتيف للاس دي بالنسبه للتايم، يعني ايه؟ يعني هقول كده دي اس باي دي تي، يبقى انا كده جبت ايه؟ الاس بدات بيها، عملت ديريفاتيف جبت الفلوستي في. اجي اعمل ديريفاتيف تاني، ديريفاتيف تاني للسرعه، يبقى انا جبت ايه؟ يبقى عملت ديريفاتيف تاني للسرعه، يبقى انا كده جبت الاكسلريشن. خلاص يبقى انا ماشي في الاتجاه ده، البوزيشن عندي ديريفاتيف جبت السرعه، ديريفاتيف جبت الاكسلريشن. طب لو عكست، يعني ايه لو عكست؟ بعمل بقى انتجريشن، وده اللي انت هتاخده الترم ده انتجريشن. يبقى انا عندي لو عكست الكلام ده، يبقى لو عملت انتجريشن هنا كده، انتجريشن هجيب الفلوستي، انتجريشن هجيب البوزيشن. ماشي؟ يبقى فهمنا الكلام ده؟ ارسمها لك بس بعيد هنا شويه كده عشان تبقى واضحه. ده كل اللي احنا هنشتغله على الشيت الاولاني في الداينامكس عندنا. قلنا لو عندي هنا بوزيشن، والبوزيشن ده مثلا فانكشن اوف تي، لو عملت ديريفاتيف او تفاضل هجيب الفلوستي اللي هي دي اس باي دي تي، عملت ديريفاتيف تاني هجيب الاكسلريشن اللي هي دي في باي دي تي. ده اتجاه. لو عكست الاتجاه ده، لو عكست الاتجاه ده كده، يبقى عندي اكسلريشن هعمل لها انتجريشن، هجيب الفلوستي هعمل انتجريشن، هجيب البوزيشن. خلاص كلام صح؟ ده كل اللي احنا هنحاول نغطيه النهارده ان شاء الله. طيب بس عشان نشوف انواع الكلام ده، طيب الحاجات دي كلها مبادئ المفروض ما اقولهاش والله، يعني المفروض انت جاي عارف الحاجات دي كلها. ندخل على الكيلجرينيا على طول، لكن عشان الناس اللي بتقول ما خدتش داينامكس ولا كلام من ده، فبدينا اهو يعني ايه فلوستي، يعني افريج فلوستي، يعني اكسلريشن، والكلام ده كله بعد كده مش هتعارف. طيب يبقى احنا هنلاقي بقى انواع المسائل عندي ايه؟ انت لو بصيت كده، وهناخد بس المسائل على الشيت الاول، انواع المسائل هتكون ايه؟ يا اما نمشي في الاتجاه ده، صح ولا لا؟ اديك بوزيشن وانت تطلع الفلوستي وانت تطلع الاكسلريشن، او نعكس. ماشي؟ دي الانواع اللي عندنا اللي هنتكلم عنها في اول شيء. لكن ملحوظه صغيره، ايه هي بقى؟ الاكسلريشن اللي عندي دي، الاكسلريشن اللي عندي دي ممكن تكون داله في ايه؟ يبقى الاكسلريشن اللي احنا نشتغل عليها، الاكسلريشن ايه؟ ممكن تكون الاكسلريشن كونستنت، صح ولا لا؟ ممكن الاكسلريشن تكون كونستنت، يعني ما هياش متغيره مع الزمن. مثال على الاكسلريشن كونستنت، عايز الجاذبيه الارضيه الجي، صح ولا لا؟ الجي عندي 9.81 كونستنت ولا مش كونستنت؟ هي مش كونستنت، بس احنا على سطح الارض بنعتبرها كونستنت، لكن لما المفروض ابعد عن سطح الارض اللي بيحصل؟ بيقل. لكن قريبه من سطح الارض بنعتبرها كونستنت. يبقى يا اما الاكسلريشن كونستنت،
يا اما الاكسلريشن فانكشن اوف تي، يا اما الاكسلريشن فانكشن اوف تي ده اللي في الطريق، او ممكن تكون الاكسلريشن فانكشن في السرعه، او ممكن تكون الاكسلريشن فانكشن في البوزيشن. في حاجه ثانيه غير كده؟ في اي فاريبل او اي متغير ممكن نتعرض ليه؟ عم ايه المتغيرات اللي عندي؟ يا تايب يا فلوسيتي يا بوزيشن يا فريكونسي. ده بالنسبه دي انواع المسائل اللي ممكن تتغطى على الجزء ده. بالنسبه للاكسلريشن كونستانت دي اللي انت سمعت عنها في ثانوي، بس انت بتسميها قوانين نيوتن، هي مش قوانين نيوتن. دي هي حركه الجسم تحت تاثير كونستانت اكسلريشن. لا قوانين حركه بس مش بتوع نيوتن، مش الثلاثه. قوانين حركه لما تكون كونستانت، القوانين اللي انت عارفها ايه؟ اللي بتقول عليها في بتساوي في نوت بلس اي سي تي. ايه بحط السي تحت فيها ليه؟ عشان اميزها انها كونستانت. القانون الثاني ها؟ في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي سي، نخليها بقى بالاس ولا الاكس اللي يعجبك؟ اس ماينس اس نوت. هتقول لي مش حافظها كده يا دكتور، حافظها 2 اي سي في اس. 2 اي سي في اس لو انت بادي من الاوريجين. طب افرض انت عندك الجسم هنا اهو، ادي الاوريجين اهي، وانت بادي من هنا، التي بتساوي زيرو، بدات من بعد اسمه اس نوت. ماشي؟ يبقى في الحاله دي ما تقدرش تكتب تلغي. يبقى كده لما يكون بادي من الزيرو لو بتقيس من هنا يبقى في الحاله دي من غير الاس نوت. لكن بادي من هنا لا، يبقى لازم نحط الاس نوت. وهسيب لك الكلام. القانون الثالث او اللي انت عارفه اللي هو اس هتساوي اس نوت بلس في نوت تي بلس هاف اي سي تي سكوير. دول الثلاث قوانين اللي عندي، او دول الثلاث علاقات اللي عندنا بتوع كونستانت اكسلريشن. تكتب جنبيهم ملحوظه مهمه كده، ان الثلاث قوانين دول لا تستعمل الا اذا كانت الايه كونستانت. يبقى دول يستعملوا فقط لما تكون الايه بتساوي اي سي كونستانت. لو متغيره ما تستعملش دول. لو الاكسلريشن فاريبل ما تستعملش دول. طب القوانين دي هتقول لي مطلوب احفظها ولا اثبتها ولا اعمل ايه؟ لا، ده احنا هنثبت حاجات اصعب منها. فاثبات دي اعتقد سهل. اثبات دي سهل، الثلاث قوانين دول اثباتهم سهل. لكن مش هسالك اقول لك اثبتهم، لكن اثباتهم انت ممكن تجيبه سهل جدا. ازاي؟ تعالى مثلا اول قانون. احنا قلنا لو الاكسلريشن اي سي دي كونستانت. دي كونستانت. طب واحنا عارفين ان الاكسلريشن بتساوي ايه؟ قلنا الاكسلريشن دي في باي دي تي. صح؟ ايه رايك لو في حاجه اسمها فصل متغيرات؟ يعني ايه؟ ده متغير وده متغير وده كونستانت. افصل المتغير ده عن ده اوديه هنا. يبقى اقول بقول كده دي في هتساوي اي سي دي تي، واعمل علامه الانتجريشن. مش احنا قلنا العلاقه اللي انا قايلها اهو، لو انا عارف الاكسلريشن، لو انا عارف الاكسلريشن اعمل انتجريشن اجيب ايه؟ الفي اهو. انا عارف الاكسلريشن وكونستانت، اعمل انتجريشن. ادي الاكسلريشن ايه؟ عملت انتجريشن. في الانتجريشن تاخد حاجه اسمها ديفينيت انتجرال اللي هو تكامل محدود بليمت. سمعت عن الكلام ده؟ الديفينيت انتجرال هيبدا مثلا يبدا بسرعه في نوت، دي الانيشيال السرعه اللي هيبدا بيها. السرعه عند اي لحظه اسميها دي.
التايم بدأ لما التايم كان بيساوي زيرو عند أي تايم أقول تي. يبقى تكامل الـ dv تدي إيه؟ تكامل الـ dx بـx، تكامل الـ dy بـy، تكامل الـ dv بـv. يبقى بحط الـ v هنا والليميت بتاع الانتجريشن أهو ده ثابت يطلع. تكامل الـ dt بـt واحط الليميت بتاع الانتجريشن من 0 لـ t. لما اجي اعوض بالليميت بتاع الانتجريشن احط هنا ده كده ماينس التاني. يبقى اقدر اكتب كده v ماينس v نوت ايكوال a c، احط بالt وبعدين الزيرو هتدي t. يبقى القانون هنا يدى ايه؟ ال v ايكوال v نوت بلس a c t. ادي اول قانون عارفينه. ايه بقى الفي نوت؟ الفي نوت السرعه اللي بدا بيها، السرعه اللي بدا بيها دي سرعه ثابته هيبدا تتغير، هتبدا تتغير مع الاكسلريشن. يبقى بعد واحد ثانيه هتزيد ايه؟ هتزيد بالاي سي. بعد ثانيتين هتزيد 2 اي سي، صح ولا لا؟ يبقى السرعه عند اي لحظه اقدر اجيبها من العلاقه دي. يبقى انا عملت ايه؟ بدات بالاكسلريشن، بدات بالاكسلريشن، عملت انتجريشن، جبت الفي، عايز اجيب البوزيشن، عايز اجيب البوزيشن، اعمل ايه؟ هعمل انتجريشن تاني، صح ولا لا؟ هعمل انتجريشن للفي تاني، اجيب البوزيشن. فتعالى هنا للفي، ادي الفي تساوي في نوت بلس اي سي تي. اشيل الفي وعايز اجيب البوزيشن، فاشوف الفي كانت بتساوي ايه؟ دي اس على دي تي، دي اس باي دي تي. يبقى اشيل دي كده واكتب مكانها دي اس باي دي تي. قلنا الفيكتور احنا عارفين ده اون دايمنشن. نفس المتغيرات، يعني ايه؟ اودي الدي تي هنا يبقى دي اس ايكوال في نو بلس اي سي تي، كل الكلام ده دي تي، واعمل علامه الانتجريشن، واعمل علامه الانتجريشن. خلاص نيجي نبص عندي الجسم بدا منين. الجسم اللي بيتحرك لو ده اس وادي الاوريجين، بدا من الوضع هنا، يعني لما كان التي بزيرو كان في الوضع ده اس نوت، صح ولا لا؟ لما التي بزيرو كان هنا، بدا من هنا. يبقى لما التي بزيرو كان واقف عند الاس نوت. طب لما التي بتي، لما التي بتي هيكون في مكان ما هنا اس. نعمل انتجريشن للكلام ده هيدي ايه؟ هيدي اس والليميت بتاعه اس نوت واس، ودي هنا لما اعمل انتجريشن في نوت تي هيدي في نوت تي بلس ده ثابت تي دي تي تي سكوير على 2. كل الكلام ده من زيرو لتي. لما اعوض اس هنا هقول كده اس ماينس اس نوت، عوض مره بتي ومره بزيرو، مره بتي هيجيب دي ومره بزيرو مش هيدي حاجه. يبقى في نوت تي بلس هاف اي سي تي سكوير. اذا الاس ايكوال اس نوت بلس في نوت تي بلس هاف اي سي تي سكوير. ادي العلاقه رقم 2، ادي اثبتناها. وادي العلاقه رقم 1 اثبتناها، علاقه 1 ودي العلاقه 2. نعم ليه قسمناها على 2؟ خدت انتجريشن قبل كده؟ مفيش تكامل خالص ولا في سنة؟ معقول؟ سنة ايه؟ بص، هو الانتجريشن عندنا يعني احنا بنقول حاجات
ثانوي كده، لو عندي اكس اس ان دي اكس وبعمل انتجريشن، بعمل ايه؟ ازود دي واحد واقسم على الباور الجديد اللي عندي. فده يعمل انتجريشن يدي ايه؟ اكس ان بلس واحد على ان بلس واحد بلس كونستانت. ماشي؟ فانا عندي هنا كان عندي تي ودي تي، يبقى دي هتعمل ايه؟ هتزيد باور واحد، هنا في واحد ازود عليها الباور واحد. هتبقى تي سكوير واقسم على الباور اللي اتعمل واقسم هنا. انت هتاخد انتجريشن ترم ده كامل، وهتاخد انتجريشن ايه؟ ده حاجه اسمها طرق تكامل، مش طريقه واحده، طرق كثيره زي التكامل، تكامل بالتجزئه، تكامل بالتعويض، تكامل بالفراكشن، تكاملات هتشبع الكامل. ايه؟ لا في الماكس الكالكولس 2 او ماس 2. ماشي؟ طيب واحد بقى يقول لي احنا جبنا يا دكتور او اثبتنا دي واثبتنا دي، طب اجيب دي ازاي؟ انت لو بصيت العلاقات اللي عندي دي، العلاقات الثلاثه اللي احنا جايبينها، هتلاقي في كل علاقه اربع حاجات. في كل علاقه اربع حاجات. اثنين منهم كونستانت واثنين فاريبل. تاني في العلاقات الثلاثه دول هتلاقي في كل علاقه اربع حاجات. اثنين كونستانت واثنين فاريبل. ايه الكونستانت اللي عندي؟ دي كونستانت ودي كونستانت، دي فاريبل وفاريبل. فدي الفاريبل يدي علاقه بين ايه وبين ايه؟ بين الفي والتي. صح ولا لا؟ يبقى العلاقه الاولانيه تديني علاقه بين متغيرين في وتي. طب والثانيه؟ ايه الكونستانت عندي؟ ده كونستانت كونستانت كونستانت، يبقى بين الاس والفي. يبقى الثانية دي بتدي علاقة بين ايه؟ بين الاس والفي. يبقى العلاقة الثانية دي بتدي علاقة بين الفي والاس. العلاقة الثالثة بين الاس والتي. جدع، بين الاس والتي. خلاص؟ طيب معنى الكلام ده ان العلاقة الثانية دي ايه؟ ما فيهاش تي. صح ولا لا؟ العلاقة الثانية دي ما فيهاش تي. العلاقة الأولى كان فيها تي. العلاقة الثالثة فيها تي. ايه رايك لو حذفت التي من الاثنين دول؟ هتقول لي احذفها ازاي يا دكتور؟ هجيب التي من هنا واعوض بيها هنا. صح ولا لا؟ فشوف بقى لو جبنا التي من العلاقه رقم واحد. لو جبنا التي من العلاقه رقم واحد. فروم ايكويشن واحد التي ايكوال ايه؟ العلاقه واحد التي ايكوال ايه هنا؟ تي ماينس بي نوت على اي سي. خلاص؟ خد التي دي وعوض بيها في العلاقه 2. خد التي وعوض بيها في العلاقه 2. يبقى ان ايكويشن 2 هتعوض هنا بي في ماينس بي نوت على اي سي، هتعوض هنا بي في ماينس بي نوت اي سي سكوير. الكلام ده لما تعمله وتوضبه هيدي لك العلاقه دي. هيعملها بس خطوتين هيدي لك في في نوت سكوير 2 اي سي اس ماينس اس نوت. شوف الكلام ده يطلع ولا ما يطلعش. خلاص؟ يبقى انا عندي بس في ملحوظه ثانيه قبل ما نخلص الحته دي. احنا قلنا ان الاكسلريشن ايه بتساوي ايه؟ دي في باي دي تي. صح ولا لا؟ انا ممكن اكتب الاكسلريشن دي بطريقه ثانيه. ممكن اكتب الاكسلريشن دي بطريقه ثانيه. ان انا ممكن اقول ان الاكسلريشن دي بتساوي دي في على دي اس ودي اس باي دي تي. سمعتوا على التشين رول الرياضه؟ شيء يعني ايه؟ يعني اقدر اشيل دي تاني كده رجعت ليدي ولا لا؟ ما حصلش حاجه. يعني لو شلت دول تاني رجعت ليدي مفيش مشكله. طب الدي اس باي دي تي هنا عباره عن ايه؟ لا دي اس اللي هي الفي، دي اللي هي الفي، يبقى دي تساوي في دي في باي دي اس. هتقول له انا عملت كده ليه يا دكتور؟ لان بعض المسائل هنا بيديني الاكسلريشن فانكشن في الاس،
فما اعرفش استخدم العلاقه دي. تاني الكلام ده في بعض المسائل بيديني اكسلريشن فانكشن باس. يعني ايه مثلا؟ يعني لما اقول لك كده الاكسلريشن ايه بتساوي 3 اس ماينص 1، ادي الاكسلريشن، طلع لي الفي وطلع لي البوزيشن. فتيجي عايز تكامل الاكسلريشن دي، صح ولا لا؟ عايز تكامل الاكسلريشن هتكتب ايه؟ شوف هنا انا في الاكسلريشن عملت ايه؟ كتبت دي في باي دي تي وعملت انتجريشن. تاني يعني انا لو شلت الاي دي وكتبت دي في باي دي تي، الخطوه اللي بعديها بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها اكسلريشن اوف فاريبل، فصل متغيرات. طب انا عندي كده كام متغير؟ ثلاثة. الفي التي الاس، يبقى مش هعرف اعمل سيباريشن. انا فصلت هنا لما كان ده كونستنت، صح؟ لكن هنا مش هعرف افصل كده. ففي الحاله دي بنعمل ايه بقى؟ بروح شايل الاكسلريشن دي واكتبها كده. يبقى انا غصب عني اشيل الاكسلريشن دي واكتبها الصوره دي. هل الصوره دي مش هي دي؟ دي هي دي ولا لا؟ دي هي دي. ففي الحاله دي اروح شايل الاكسلريشن دي واكتبها كده في دي في باي دي اس. بعد ما اعمل الحركه دي بقى، بعد ما اعمل الحركه دي اقدر افصل المتغيرات ولا لا؟ يعني ايه افصل المتغيرات؟ عندي كده كام متغير؟ 2، الفي والاس، صح ولا لا؟ افصل بقى متغيرات، اخلي اللي فيهم اس على جنب واللي فيهم في على جنب. فلما اجي افصل هنا هاك افصل كده في دي في ايكوال 3 اس ماينص 1 دي اس، واعمل علامه الانتجريشن، واعمل علامه الانتجريشن. يبقى في الحاله دي هعرف اعمل انتجريشن ولا لا؟ هعرف اعمل انتجريشن. الاخت لسه قايله الانتجريشن، اعمل انتجريشن دي ازاي؟ في دي في تي دي تي اكس دي اكس، ازود ايه؟ واحد واقسم على الباور الجديده، يبقى ده يدي لو هيعمل هنا بقى في نوت للفي، يبقى اقول كده في سكوير على 2 من في نوت للفي ايكوال. هنا عايز اعمل انتجريشن هنا، ها؟ يبقى 3 اس سكوير على 2 ماينص اس بار، نفس الكلام من اس نوت لاس، من اس نوت لاس، وخلصت المعادله. واضح الكلام ده؟ يبقى اللي انا عايزك تخلي بالك منه الاكسلريشن ممكن اكتبها في 3 صور. اول صوره للاكسلريشن اهي، اول صوره للاكسلريشن اللي هي دي في باي دي تي، صح؟ اول صوره للاكسلريشن دي في باي دي تي. تاني صورة للأكسلريشن بكتبها في دي في باي دي اس. تالت صورة للأكسلريشن أكتبها أشيل الفي دي، فلما أشيل الفي هكتب مكانها إيه؟ دي اس على دي تي، دي اس باي دي تي أهي، دي باي دي تي، وفي هنا دي اس باي دي تي، ده يدي إيه؟ دي تي تو اس. يدي سكند ديريفاتيف هيدي دي 2 اس باي دي تي سكوير. يعني ايه دي 2؟ معناه ان انا بفاضل الكلام ده مره، بفاضل الاس مرتين بالنسبه للتايم سكوير اللي عندي. واضح الكلام ده؟ يبقى دول ثلاث علاقات بالنسبه للاكسلريشن. انا بحل المسائل اللي بحله امتى استخدم دي وامتى استخدم دي. خلاص؟ بحل المعادلات او بحل المسائل اللي بحلها بدور امتى استخدم دي وامتى استخدم دي وامتى استخدم الاخيره. ماشي؟ طيب نشوف مثلا مثال ثاني على الاي تي فانكشن. الاي تي اللي احنا عملناه ايه دلوقتي؟ اللي احنا عملناه هنا انا المفروض الاقي معاك ما تخش ناشف كده. اللي احنا عملناه دي حاجات ثانوي ولا لا؟ دي حاجات ثانوي. حافظينها كلكم، حافظينها كلكم. ماشي؟ اثبتها لك، اثبتها لك بطريقه. القانون الثاني ده ممكن كنت اثبته بطريقه سهله. بدل ما اخد كده واعوض واعمل وكلكع، لا ايه رايك بخطوه واحده طلع ده؟
من غير ما استعمل دول. بخطوه واحده نطلع ده من غير ما استعمل دول. واحد يفتي نعملها ازاي؟ بخطوه واحده من غير ما استعمل دول وقلت انا هاخد دي واعوض في دي و لا مش عايز اعمل كده. ها؟ واحد يفتي نعملها ازاي؟ ايوه هاجي اقول كده الاكسلريشن اللي عندي هكتبها في دي في باي دي اس صح؟ الاكسلريشن هو قايل عليها هكتبها في دي في باي دي اس والاكسلريشن اصلا كونستنت. لما اجي افصل بقى المتغيرات افصل المتغيرات هنا يبقى هيعمل كده في دي في اكسلريشن اي سي دي اس. حط الليميت حدود الانتجريشن اس نوت اس في نوت في. اعمل انتجريشن. ها في دي في تدي ايه؟ تدي في سكوير على 2 من في نوت لفي ايكوال. اعمل انتجريشن اي سي اس من اس نوت لاس. ده يدي القانون ده ولا لا؟ اشوف كده اعوض هيدي في سكوير على 2 ماينس في نوت سكوير على 2 اي سي اس ماينس اس نوت. اضرب في 2 واقلع الناحيه الثانيه يدي نفس العلاقه دي ولا لا؟ يدي نفس العلاقه 2 اللي احنا كنا جبناها بطريقه ثانيه. واضح؟ يبقى احنا كل اللي احنا قلناه بقى النهارده ايه؟ لا لسه هنحل بقى مسائل على الكونستنت. نحل لنا مساله بس على الكونستنت اكسلريشن. نحل مساله واحده على الكونستنت اكسلريشن. خلاص؟ ايه؟ زعلان ليه؟ انت قاعد بقالك 20 يوم. شهر 20 يوم اجازه؟ شهر. طب شهر شويه حد ياخد شهر اجازه. الناس في الخارج بياخدوها ايه؟ اسبوع واحد. هي في الخارج اسبوع واحد. فشهر كتير قوي تو ماتش شهر. طيب ناخد بس مثال صغير يبقى احنا كل نراجع كل اللي احنا عملناه. نراجع بس سريع اللي احنا عملناه كله. عرفت لك يعني ايه بوزيشن، عرفت لك يعني ايه ديسبيسمنت، عرفت لك يعني ايه ديستانس ماشي، عرفت لك افريج فيلوستي، افريج سبيد، انستنتينيوس فيلوستي، افريج اكسلريشن، انستنتينيوس اكسلريشن. طلعنا العلاقات في حالة الكونستانت اكسلريشن وفي حالة لما تكون مش كونستانت هنشوف على الكلام ده مسائل ماشي. طيب نشوف مسألة نحلها، نشوف مسألة خايبة نحلها، نشوف مسألة سهلة كده هنشوف هنعرف نحلها ولا نسخن بيها على السريع كده. مسألة من الشتاء، مسألة من الشتاء، ما دخلش في الموضوع. طيب. عندك في الكتاب هتلاقي حاجة جرافيكس، أي حاجة على الجزء الجرافيكس هنسيبها. يعني هوريك انا هو نشوف الكلام ده احسن لنا. شابتر واحد اللي احنا قلنا عليه ده انا قلت لك عليه بس ما كانش عارف ساعتها او ما كنتش عارف اجيب او مش شايف الكتاب هنا تكست. ادي كل اللي احنا اللي انا قلته لك في الاول، ادي الكلام اللي احنا قلناه في الاول خالص وسبع صفحات هتقول لي اسهل فيهم يعني ما فيهمش حاجه تسهل. خلاص بيزك كونسبت ادي الكلام اللي قايله واول هيستوري في المودرن ابلكيشن والهيستوري بتاع الداينامكس وده الاخ جاليليو اللي عدموه عشان بيقول ان الجسم ما عرفش اتحركوا مع بعض.
وده فايده الداينامكس والميكانكس. اي روبوت، اي حاجه بتتحرك، اي حاجه عندك الحركه دي فايده الميكانكس. خلاص يعني لو بصيت للايد الصناعيه دي شوف قد ايه فيها تروس، والتروس بتتحرك ازاي، كل الكلام ده من ميكانكس. اصل في ناس يقول ايه فايدتها، مش عارفين فايده. لا، الميكانكس فايدتها دروس الحركه وكلام من ده. في ميكانيك 3 هتدرس كل ترس من دول بيعمل سرعه قد ايه، وبينقل السرعه للي بعده بقد ايه. ماشي، مش معقول تحرك الصباع ده والصباع التاني ما اعرفش يتحرك في اتجاه عكسه. فالكلام ده كله بالميكانيكس. بيزك كونسبت اللي احنا قلنا عليها، السبيس اللي احنا شغالين عليه، او الفريم اوف ريفرنس. الفريم اوف ريفرنس اللي احنا بنشتغل عليها، اللي هي المحاور اللي احنا بنسند عليها. بس المحاور اللي بنشتغل بيها محاور ثابته. يعني ايه ثابته؟ على سطح الارض بنعتبرها محاور ثابته. فالعلاقات اللي بنشتغل عليها كلها علاقات بيسموها انيرشيا فريم، محاور ثابته. او لو ماشيه بسرعه منتظمه فدي ممكن تطبق فيها من كل الشغل اللي احنا بنشتغله. لكن لو انت اكيوريت وشغلك صح، المفروض الارض اللي احنا قاعدين عليها بتتحرك ولا لا؟ بتتحرك. فانت لما بتيجي تدرس حاجه جسمك وظيفته، مثلا انت رميت الجسم اللي عندك ده على اعتبار انك واقف ثابت في مكانك، لكن هل انت ثابت في مكانك؟ لا، الارض اللي انت واقف عليها اصلا بتتحرك. فاحنا بنعتبر ان الحركه عندي على الارض ثابته، حركه الارض بالنسبه لنا ثابته. ماشي؟ التايم، الماس، الكلام ده قلناه. ايه البارتكل؟ ايه هي البارتكل؟ ايه هو الريجيد بودي؟ قلنا الكلام ده. قال لك البارتكل اهو از ا بودي اوف نيجليجبل دايمنشن. البارتكل هو عباره عن الجسم اللي بهمل ابعاده. الريجيد بودي الجسم اللي عندي اللي انا ما بهملش ابعاده. ماشي؟ وبتدخل معايا. الفيكتور والسكيلر قلنا عليها. القوانين نيوتن الثلاثه اللي احنا قلناهم. A particle remains at rest or continuous to move. الجسم اللي عندي يظل في حالة من سكون أو حركة. ما with uniform velocity is rest if there is no unbalanced force. إذا ما كانش في عندي أي قوة خارجية تأثر عليه. القانون الثاني بيقول إن acceleration بتتناسب مع الفورس اللي بتأثر. القانون الثالث زي ما قلنا لكل فورس، لكل فعل رد فعل مساوي في المقدار المضاد في الاتجاه. وقال القانون الثاني بالصوره اللي احنا قلناها، الصوره الرياضيه. اليونت زي ما قلنا قبل كده، الماس بالكيلوغرام، واللينس بالمتر، والتايم بالسكند. الجرافيتيشن قانون الجذب العام، يعني مش هنحل عليه مسائل لانه في المفروض يبقى في دراسه ثانيه على القوانين بتاعه الحركه، حركه الكواكب، فدي مش هنشرحها. الويت، ماس، تايم، اكسلريشن، الدايمنشن، والكلام من ده خدته انت في الفيزياء. ادي شابتر اللي احنا قلناه، الشابتر الاولاني. طيب شابتر اثنين، شابتر اثنين انا كل ده عشان اوصل لك بس لمين؟ للمساله اللي احنا هنحلها. ودي مسائل على الشابتر الاولاني طبعا مش عايزينها. شابتر 2 كايناماتكس. زي ما قلنا شابتر 2 هندرس الكايناماتكس. اول حاجه زي ما قلنا ريكتي لينير موشن. انا كل الشغل اللي انا اشتغلته هنا ايه؟ ريكتي لينير. وقلنا يعني ايه ريكتي لينير؟ خط مستقيم، حركه في خط مستقيم. كل الكلام ده عملناه احنا بنتحرك في خط مستقيم. المحاضره الجايه ان شاء الله هندرس بلين كلبرينير موشن. هندرس بلين كلبرينير موشن، يعني الحركة في بلين، وفي الحالة دي هتبقى كلبرينير. خلاص؟ بلين كلبرينير موشن بعد كده، وفيها هنتكلم بقى على الريكتانجلر والنورمال والكلام من ده، هتاخد لها بتاع تلات أربع محاضرات اللي بعدين. كل اللي أنا شرحته عشان بس تخلي بالكم، كل اللي انا شرحته في ورقه واحده موجوده هنا في الكتاب. كل ده ورقه واحده.
هنا بيقول لك ازاي تحترق اوتونيت والمسار و قادر الكرينيال موشن اللي قلنا عليها. عرف ديسبليسمنت، عرف البوزيشن، عرف ادي الافريج فيلوسيتي والاكسلريشن، ادي كل اللي عمله الحبه دول بس. اللي انا شرحته كله الكلمتين اللي هنا. خلاص؟ عشان بس حاجه تقول كارب. الشابتر الاولاني مش كربناه لان مش هنسال فيه. يعني حاجه مقدمه كانت ممكن تقراها. خلاص؟ يبقى ده كل اللي احنا قلناه. وادي الاكسلريشن بتتكتب بالصوره دي زي ما قلنا دي في دي باي اس تساوي الاكسلريشن، وقلنا الاكسلريشن كمان كتبناها بالصوره الاولانيه اهي. كتبنا الاكسلريشن بالصوره دي، وهنا ادالك الاكسلريشن بالصوره الثانيه دي، وهنا الاكسلريشن بالصوره الثالثه دي. ماشي؟ انا جمعتها لك في حته واحده. ممكن الجرافيكال انتربريتيشن او تفسير الرسم مش هسالك فيه ولا هنطلبه، لان في بعض المسائل ممكن تحلها بالرسم. احنا مش هنحل بالرسم. كل اللي هنحله هنحل بيه الماثماتكس. ادي القوانين الثلاثه اللي احنا قلناها. اول حاله كونستنت اكسلريشن هو بتخلي انك انت عارفها، وادي كونستنت اكسلريشن القوانين الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. ادي اول قانون، ادي ثاني قانون، ادي ثالث قانون للكونستنت اكسلريشن. اكسلريشن از ا فانكشن اوف تايم تي، دي انا بنقولها بعدين، والحاجات البديل والاس والكلام ده. نشوف بقى اول مساله، نشوف اول مساله بتقول ايه في الكتاب هنا. اول مساله 2.11، اول مساله 2.11 موجود عندك في الشيت. نشوف نحلها ازاي ونشوف نعمل الكلام. أول مسألة 11 صفحة 31. دي 31. أي مسألة 11 بتقول لي ايه؟ شوف بقى المسألة وراها وشوف نحلاس. طول عندي زي ما انت شايف كده في كورتين، عندنا كورتين في المسألة 2.11. في كورتين، بول 1 از لانشد ويز ان انيشال فيلوستي 160 قدم. هنا احنا عندنا في الكتاب مش 160 قدم، احنا شغالين بالكيلو متر. فالاولانيه قذفت بسرعه مقدارها 50 متر بير سكند. قذفت الاولانيه بسرعه مقدارها 50 متر بير سكند. ماشي؟ يبقى الكره الاولانيه رميتها عند كورتين. الاولانيه رميتها بسرعه 50 كيلو متر بير سكند. ماشي؟ بعد ثلاث ثواني، بعد ثلاث ثواني قمت رميت الكره الثانيه. بعد ثلاث ثواني رميت الكرة الثانية. رميتها بسرعة قد إيه؟ مش عارف، هو طالب السرعة دي. فرميتها. اتقابلوا الاثنين على ارتفاع 90 متر. اتقابلوا الاثنين على ارتفاع 90 متر. اللي طالبه ديترماين في 2، طلع لي السرعة الابتدائية اللي طلعت بيها الكرة 2. طلع لي السرعة بتاعت 2 وبعدين وقول لي انا التيتيود الكلام ده از انيسنس اوف كوليجن. في لحظة التصادم كانت الكرة واحد طالعة ولا نازلة؟ ومتصدمة. فالتصادم اللي حصل اثناء ما واحد كانت طالعة ولا واحد طلعت ونزلت وقامت اتصدمت معاها. تاني نرسم المساله بالارقام اللي هو عايزها. طيب حركه الكورتين تحت تاثير ايه؟ الجاذبيه الارضيه. والجاذبيه الارضيه ايه؟ كونستانت، صح؟ ايه كمان؟
ماشيين ريكتلينير ولا لا؟ ماشيين في خط مستقيم، يبقى ده النوع بتاعنا الاولاني. نرسم بس المساله ونشوف نتخيل ايه اللي ممكن يحصل. طالما كونستنت اكسلريشن فاحنا ايه؟ هسيب القوانين الثلاثه اللي عندي دول. الحاجات دي حاجات ثانوي، مسائل اللي تيجي في ثانوي تاني. الناس اللي واخدوا ثانويه عامه. دي حاجات واسهل من دي، اسهل حاجه المفروض يعني. والمساله قلنا 211 صفحه 31. برد 2 11 بي 31. فبتقول ايه؟ تقول عندي في حفرة هنا كده، في كرتين، كرة واحد وكرة اتنين، خلاص؟ واحد دي واحد طلعت بدي واحد انيشيال، دي واحد اودي معناها دي واحد انيشيال، السرعة اللي بدأت بيها طلعت بسرعة كام؟ طلع بسرعة 50 متر برسكت، خلاص؟ بعدين يقول ايه؟ بول 1 is launched with an initial vertical velocity v1 50 متر برسكت. 3 second later يبقى معناها ايه؟ بعد 3 ثواني يبقى after 3 second البول الثانية طلعت بسرعة V2 initial، بسرعة مش عارفها. V2 طلعت بسرعة اسمها V2. بعدين ديترماين V2، طلع V2 بإيه؟ طلع V2 initial دي بإيه؟ طلع V2 بإيه؟ If the balls are to collide، بولز الاثنين are to collide at an altitude، altitude يعني ارتفاع، اتقابلوا الاثنين او اتصدموا الاثنين على ارتفاع مقداره 90 متر، اتقابلوا الاثنين على ارتفاع 90 متر، خلاص؟ نقطة. At the instant of collision، لحظة التصادم بيسأل is ball 1 ascending or descending؟ لحظة التصادم كانت الكرة واحد طالعة ولا نازلة؟ ده السؤال. ماشي، ما انا ما اعرفش، ما احنا عشان نفتي يبقى لازم نفتي بالارقام، خلاص؟ ونشوف ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل عندي، ونشوف ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل عندي. هم اتقابلوا على بعد 90 ماشي؟ طيب لو كرة واحد، لو الكرة واحد دي بعد 3 ثواني عدت ال 90، بعد 3 ثواني عدت ال 90، يبقى في الحالة دي اصطدمت امتى؟ بعد ما نزلت، بعد وهي نازلة، صح؟ لكن لو الكرة واحد عند قبل ما يحصل 3 ثواني كانت ايه؟ ما وصلتش ال 90 ماشي، يبقى كانت وهي طالعه. طيب يبقى ده اللي احنا عايزين نشوفه. طب والكره 2 بقى في الحاله دي هتدي ايه؟ سرعتها ايه؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه. يبقى بعد 3 ثواني ممكن انا اشوف الكره واحد في حته؟ يبقى ممكن نتكلم كده بول 1 ها ونتتبع حركتها. كره واحد ماشي؟ ماشيه تحت تاثير
اكسلريشن. هو في بعضكم بقى بيلخبط يعمل ايه؟ انا هاخد الكوردينيت اللي عندي ده الاتجاه البوزيتيف ماشي، سمي ده مثلا واي، سمي ده الاتجاه البوزيتيف واي. طب اتجاه الاكسلريشن ايه؟ لتحت صح؟ لما يكون عامل اتجاه الاكسلريشن كده لتحت يبقى الاكسلريشن دي نيجاتيف ولا لا؟ لان دي لو الاكسلريشن مع ده تبقى بوزيتيف، عكسه يبقى نيجاتيف. انا حركتي كلها ببدا من تحت. في ناس بقى بتلخبط شغل ثانوي، يقول لي هو يا هو طالع هاخدها نيجاتيف، هو نازل هاخدها بوزيتيف. لا ما تعملش كده، هو طالع نيجاتيف وهو نازل نفس الكلام نيجاتيف. واضح؟ اللي بيتغير عندي ايه؟ اتجاه السرعه. فهو طالع وهو طالع ما السرعه بتاعته ماشيه مع ده موجب ولا لا؟ لكن الاكسلريشن نيجاتيف. طب وهو نازل السرعه نيجاتيف والاكسلريشن نفس الكلام نيجاتيف. خلاص؟ يبقى لو حبينا نصف حركه الكوره واحد، الكوره واحد هقدر اوصفها اجيب ايه؟ هقدر اجيبها مكانها فين بعد 3 ثواني؟ مكانها فين لما سرعتها بتساوي زيرو؟ مش كده؟ طيب هنا سرعتها بتساوي زيرو، هنا فين؟ مش هو بدأ بالسرعة دي؟ طب سرعته في الفاينل هنا هتعدي في مكان ما، فالسرعة هتساوي في فاينل واحد بتساوي زيرو. أعرف أجيبها ولا لا؟ أجيبها منين؟ إيه العلاقات اللي ممكن تديهاني؟ إيه العلاقات اللي ممكن تديني السرعة اللي هنا؟ أول واحدة، أول علاقة ممكن تديني، صح ولا لا؟ يعني من العلاقة واحد دي هاجي اعوض فيها الفي فاينل بزيرو. الفي فاينل ادي الفي في نوت بلس اي سي تي، امشي الكلام ده بقى على العلاقات اللي عندي، يبقى في واحد فاينل ايكوال في واحد انيشيال الجي اللي هي الاي سي دي نيجاتيف جي بتساوي تي. طيب الفي فاينل هتشوفها تساوي زيرو في حته، يعني ممكن كنت اطلب منك كده اقصى ارتفاع تصل ليه فين؟ مش ده عند اقصى ارتفاع؟ اقصى ارتفاع فين؟ اقوم حاطط ده بزيرو والفي واحد انيشال عندي ب 50 وادي الجي اهي 9.81 وادي التايم تي. اذا التايم تي هيساوي كام؟ 50 على 50 على 9.81 يساوي كام؟ تقريبا مثلا 5 او 4 وحاجه، 4 وحاجه صح؟ يبقى يعني اقسمها مثلا هتطلع التايم اللي هتاخده لحد ما تصل لايه؟ لاقصى ارتفاع، صح ولا لا؟ ده التايم لحد ما تاخد اقصى ارتفاع. طب انا لو سالتك تعرف تقول لي التايم اللي تاخده لحد ما تصل لل 90؟ انا كل الكلام ده يعني عمالين بنناقش بس الجول واحد اللي بتعمله، يبقى ده التايم لايه؟ ده للوصول لاقصى ارتفاع. طب انا لو طلبت منك طلع لي اقصى ارتفاع هتروح فين؟ هتيجي تعوض في العلاقه دي، صح؟ هتعوض في العلاقه دي اس 2 اس او بزيرو وتعوض الفي انيشال عندك والتايم عندك ماي الكلام ده، صح ولا لا؟ يبقى انا لو هو مش طالب المساله، لكن انا لو طالب اقصى ارتفاع العلاقه دي هتجيب لك اقصى ارتفاع. طب انا عايز اجيب التايم اللي تاخده لحد ما تصل لل 90، التايم اللي تاخده لحد ما تصل لل 90 بين العلاقه اللي بتديني تايم ومسافه، العلاقه الثالثه برضه بنفس الكلام، يبقى التايم اللي تاخده لحد ما تصل لل 90 هعملها، اجي احط هنا يبقى فروم ايكويشن 3 حط الاس هنا بكام؟ ب 90، الاس نوت بزيرو. اشمعنى؟ لان انا واخد الاوريجن بتاعتي مكان البدايه ماشي؟ ادي زيرو بلس 50 تي ماينس هاف 9.81 تي سكوير
ادي المعادله اللي عندي. المعادله اللي عندي دي لو انت حليتها، المعادله اللي عندي دي لو انت حليتها المعادله اللي عندك دي معادله بالدرجه الثانيه صح؟ لو انت حليتها هتدي لك تايمين، هتدي لك تايم تي واحد ايكوال 7.87 سكند، وتايم تاني تي 2 ايكوال 2.34 سكند. واحد يفصل لي التايمين دول ايه؟ والتايمين بوزر. في بعض المسائل يدي لك واحد بوزر وواحد نيجاتيف، لكن لا ده هنا مدي الاثنين بوزر، يعني الاثنين اكسبتد. الاثنين كويسين مقبولين. ها؟ دي لما افسر دي ايه؟ ايوه افسر دي. وهو طالع، وهو طالع وصل ال 90 دي في قد ايه؟ 2.334. فطلع كمل للنهايه صح؟ وبعدين نزل تاني، استغرق وقت اكتر ولا لا؟ يبقى لما طلع ورجع لنفس المكان خد التايم ده. يبقى الكلام اللي انا عايز اقوله، وهو طالع مر ب 90، هل ده لحقه؟ هل ده لحقه هنا؟ لا. يبقى بعد 3 ثواني لما ده طلع، ده كان عدى ال 90. ماشي؟ يبقى التصادم حصل امتى؟ وهو نازل. صح ولا لا؟ يبقى ممكن اقول لك بعد زمن قد ايه تصادم من الانطلاق الاولاني؟ هتقول لي بعد الزمن ده حصل ان هم تصادم. صح ولا لا؟ ده زمن اللي حصل فيه التصادم. ماشي؟ يبقى ده الزمن اللي حصل فيه التصادم. طيب تعرف بقى تجيب لي سرعه الكره 2؟ يبقى بعد زمن قد ايه الكره دي قابلت الكره 1؟ الكره 2 قابلت 1. حددته بعد زمن قد ايه هي قعدت متاخره 3 ثواني؟ 7.8 ثواني. ايوه. يبقى اتقابلت معاها اهو زمن تصادم الكرة 2 مع 1 بعد قد ايه؟ اقول كده 7 ماينس 8.7 ماينس 3، صح ولا لا؟ هيطلع 4.87 سكند. يبقى انا من ده معناها فهمت انا ايه؟ فهمت ان الكرة 2 دي وصلت هنا بعد زمن قد ايه؟ الكرة 2 وصلت هنا بعد زمن قد ايه؟ 4 بوينت. الكلام ده اعرف بقى دي السرعة اللي بدأت بيها؟ يبقى انا كده عندي علاقة بين ايه؟ عندي علاقة بين سرعة زمن ومسافة، صح ولا لا؟ عندي زمن وعندي مسافة، وأنا عايز أجيب الإنيشيا، أنهي علاقة أستخدمها؟ زمن ومسافة. أدي زمن ومسافة، يبقى المعادلة 3، صح ولا لا؟ يبقى أجي في المعادلة 3، في المعادلة 3 أقول إيه؟ فروم ايكويشن 3 هحط الاس اللي عندي اللي هي ب 90 ايكوال اس نوت ب 0، بدل البي نوت دي هكتب في 2 نوت تي ها ماينس هاف 9.81 تي سكوير، اشيل التي دي واكتب مكانها كام بقى؟ 4.87. ايوه 2.0 و4.87 ماينس نص 9.81 4.87 سكوير. ايه المجهول في المعادلة دي؟ هطلع في 2.0. خلاص؟ هطلع في 2.0 هطلع في 2.0 هتطلع 42.36 متر بالسكن. دي السرعة اللي هي هتبدأ بيها. المسألة دي ممكن أسأل فيها أسئلة كتيرة. طب ممكن أسأل
سرعة الكرتين وقت التصادم؟ سرعة دي ايه وسرعة دي ايه وقت التصادم؟ ايوه اجيبها ازاي؟ انا عندي الزمن صح؟ عندي الزمن اهو، عايز اجيب سرعتها وقت التصادم او صح جدع، اعوض اول قانون. يبقى اول قانون احط الفي 2 فاينل والفي انيشال عندي عارفها ماينس 9.81 واحط الزمن هجيب في 2 فاينل. طب عايز اجيب في 1، في 1 لما تصل هنا ها؟ اعوض بنفس القانون، وانهي زمن اعوض بيه؟ الزمن 7 ولا 2.3؟ 2.3. والسبعة كمان بس في الحالة دي تحط الدي بالنيجاتيف، الدي في الحالة دي هتحطها بالنيجاتيف ماشي؟ إنما لو عايز تجيب سرعتها، عايز أقولها لك حاجة دلوقتي، أنا لما برمي الكرة بتمر بالنقطة دي بسرعة وتروح وترجع بنفس النقطة، يبقى بترجع بنفس السرعة بنفس السرعة خلاص؟ الجسم لو رميته ومر بنقطة طالما ماشي تحت سلك الجاذبية والجاذبية ما بتتغيرش، يبقى بيمر بنفس السرعة وهو طالع وهو نازل، لكن مش بنفس الزمن. معايا؟ لكن مش بنفس الزمن. صعب الكلام ده؟ سهلة؟ يبقى كده حلينا المسألة اللي هو عايزها. مسألة كمان؟ كفاية كده. خلاص كفاية عليك. معلش يعني انا زودت عليكم عشان حاجات دي حاجات ثانويه عامه والله.